من هو مؤسس الدولة السعودية الأولى؟ مؤسس الدولة السعودية الأولى هو الأمير محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان، فقد استلم الحكم بعد والده سعود الأول ليمثل الحاكم الثاني في أسرته آل سعود. وتذكر كتب التاريخ أنه كان يحكم منطقة الدرعية. من الجدير بالذكر أن أسلوب محمد بن سعود في الحكم جعله يحظى بشعبية كبيرة بين الناس، فقد اعتمد الأمير في حكمه على تطبيق العدل والشريعة الإسلامية على حد سواء. يشار إلى أن فترة إمارة محمد بن سعود شن إبراهيم باشا حملة عسكرية على الدرعية أدت إلى انتهاء فترة حكم الأول، ليقوم بعدها الملك عبد العزيز آل سعود بضم القرى المحيطة بالرياض وإعلان انطلاق المملكة العربية السعودية كبديل لمملكة الحجاز في منطقة شبه الجزيرة.